وأنا جاي في الطريق فتحت الموبايل وشفت درجات الحرارة، لقيتها خلال أسبوع واحد لا تقل عن 41 درجة مئوية. يمكن هتنزل بس أعتقد يوم ولا يومين هتبقى 39، ولكن تظل القاهرة 41 درجة مئوية. مش عايز أقول لكم قرص الشمس في الابليكيشن عامل إزاي، منور كده. طبيعة الحال السوشيال ميديا دايما كان فيها فريقين، فريق بيؤيد بشدة فصل الصيف بكل ما له وما عليه. الناس تقول لك الصيف ده ما فيش احسن منه، الصيف ده اجمل حاجه في الدنيا، الصيف ده احنا بنحبه علشان بنروح فيه المصيف وعلشان فيه بنخرج وعلشان وعلشان وعلشان، ولا يوم من ايام الشتاء. في فريق تاني بتاع الشتاء اللي احنا عارفينهم يقول لك الشتاء ما فيش احسن منه، انا بحب امسك الشمسيه وانزل في والبس الكوت، ويعني في اجواء شتويه بحبها، بحبش الصيف والتلزيق والحر والناس، لا 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 لا. ودايما السوشيال ميديا بيشهد على معركه ضروس ولا معركه الاهلي والزمالك ما بين أنصار الصيف وما بين أنصار الشتاء. بطبيعة الحال النهاردة المعركة مستعرة على مواقع السوشيال ميديا ما بين بتوع الشتاء على بتوع الصيف. ليه؟ لأن أنتوا بتحبوا الصيف، أدي الصيف، أدي 41 درجة مئوية، هتعملوا إيه؟ هتسووا إيه؟ فإحنا النهاردة سؤالنا موجه للناس بتوع الصيف. يا بتوع الصيف، الناس اللي بتحب الصيف، أخبارها إيه في الحر ده؟ بتعمل إيه في الحر ده علشان تتعامل معاه؟ إزاي بتتجنب درجات الحرارة؟ في الأول يا بسنت، أنت من أنصار الصيف ولا الشتاء؟ أنا بحب الصيف جداً جداً. أنا بالذات الشتاء اللي فات ده أنا كرهت نفسي بصراحة. الشتاء يعني أمراض، يعني تعب، يعني كل شوية أنت عندك برد ما بيخلص. بالذات الناس اللي بتصحى بدري زينا، احنا بنصحى بدري في درجه حراره قليله جدا جدا، فبنتعرض لابرد انواع الجو. اقصى درجه في اليوم ده حقيقي بالظبط، فاحنا طول اليوم بنبقى بردانين، وبعدين انت مهما تعمل مفيش، والدفايات غلط وبتجيب برد زياده، مفيش حاجه تدفيك مهما تلبس لبس. يعني في ناس تقول لك لا ده اصل الشتاء انت بتلبس لبس تقيل انت بتبقى زي الفل. الحقيقه لا، في الشتاء اللي فات كان بالنسبه لي انا قارس شخصيا البرودة. كان برد جدا جدا، والناس اللي كانت او انت كنت جربت تصحى بدري برده وتشوف الجو بيبقى عامل ازاي، الموضوع بيبقى بصراحه صعب قوي بالذات في فتره الفجر. لكن خليني اقول ان الصيف برده مش يعني مش احلى حاجه في العالم يعني، لكن خليني اقول انا لو هقارن بشكله ده مش احلى حاجه. آه يعني هو الصيف الحلو اللي احنا بنحبه اللي احنا عارفينه بتاع المصيف بتاع بالزبط. لكن الصيف ده هل هو احلى حاجه في العالم؟ لا، بس انا خليني اقول لك على حاجه، انه الصيف في الاول في الاخر يعني حر جدا، مش بقول لك حاجه، بس اتليست او على الاقل كده جسمك متدفي، يعني لو قللت شويه في اللبس هتلاقي نفسك تمام. في ناس تقول لك لا يعني انتوا بتحبوا العرق، انتوا بتحبوا الحر، لا في الحقيقه مش بنحب كده، بس كمان ما بحبش ابقى عندي برد طول الوقت، ما بحبش احس ان انا عيانه طول الوقت، مزكمه طول الوقت، دي مش من الحاجات اللطيفه. كمان الصيف بيبقى صعب شويه، وخليني اقول في فترات من الصيف هي دي الاصعب، يعني الفتره ما بين الساعه 12 الظهر لغايه 3 العصر او 4 العصر دي من اصعب الفترات، ويمكن هي دي الفتره اللي الناس من اول الساعه 4 او 3 لبعد كده بيبتدوا يتعرضوا للشمس بشكل كبير، بالذات الناس اللي لسه خارجه من اشغالها، الاطفال اللي لسه خارجين من المدارس، الحاجات دي كلها. بس الحلو في الصيف كمان انك بتاخد اجازه، الاجازه بتاعتك تقدر انك تروح المصيف، تنزل البحر، حتى لو مش هتعمل كده تقعد شويه في البيت وهكذا. طيب المخاطر اللي ممكن تبقى بقى بيتعرض ليها الانسان بسبب الحر ايه هي؟ انه ان احنا جسمنا متعود على درجه حراره وهي 37.5، اكتر من كده الجسم بيبتدي يعمل مجهود اكبر بشويه عشان يحافظ على درجه الحراره دي ويهدي درجه الحراره المرتفعه ويمنع ان احنا يجي لنا سواء ضربه شمس او درجه حرارتنا تعلى. فبيعمل ايه؟ بيفتح الاوعيه الدمويه القريبه من الجلد عشان يساعد على التعرق، فبالتالي جسمنا يبقى مترطب شويه، ما يبقاش عندنا المشكله بتاعت انه احنا الجفاف اللي احنا بنحس بيه لما نتعرض للشمس لفترات طويله. ما تعرضش نفسك للشمس على قد ما تقدر في الفترات دي من الساعه 12 لغايه الساعه 3، ويمكن احنا عندنا فقره في صباح الخير يا مصر كل يوم بنتكلم عن الطقس وازاي تحمي نفسك سواء في الشتاء من البرد او في الصيف من الحر، واشرب الكثير والكثير من السوائل. لو في عندك فرصه انك طول الوقت ماشي بازازه ميه معاك، اشرب ميه كتير جدا جدا، لو عرفت انك تعمل عصاير وانت رايح الشغل يا ريت، هيبقى حاجه جميلة جدا، هتحافظ على جسمك وترطب جسمك، وكمان تدخل فوائد كتيرة لجسمك. طبعا ما نسيبش، معروفة أي أم نازلة تعمل حاجة
في السوبر ماركت او اي اب نازل يعمل يقضي اي مصلحه واخد ولاده معاه، ما نسيبهمش في العربيه ونقفل عليهم الشبابيك. يعني دي مش مفهومه ومش مسموحه، وما ينفعش نعمل كده عشان ما نعرضهمش حرام ان هم يعني يتخنقوا من الحر. وطبعا لو عندنا حيوانات ما نعملش كده كمان معاهم. نستخدم واقي الشمس على قد ما نقدر عشان ده كمان هيحمينا من ان احنا نصاب بالضربات او ضربه الشمس. واكيد اكيد اكيد ما نمارسش رياضه واحنا متعرضين للشمس. يعني لو حضرتك او حضرتك بتحبوا تتمشوا او تجروا في الشارع او ايا كان، او تركبوا عجل او ايا كان، بلاش نعمل ده في الفتره من الساعه 12 او 11 الصبح للساعه 3 او 4 العصر، لان دي حاجه هتعرضنا للشمس المباشره، واكيد ساعتها هنشتكي كلنا من الحر ونشتكي من الصيف، فبالتالي هنفضل من كارهي الصيف. انا بفضل الصيف جدا بصراحه. في مشاكل فيه من الساعة 11 للساعة 4، لكن بالليل ممكن تنزل وتخرج وتنبسط، تمشي على النيل بقى، تعمل اللي انت عايزه. امبارح بالمناسبة كان درجة الحرارة حلوة جدا بالليل. على فكرة بالليل درجات الحرارة بتبقى كويسة، الصبح هي لا تطاق فعلا. لا لا، ساعات بتبقى بالليل رطوبة برضو مش حقيقي، بس يعني بس انت مش هتمشي بالليل تقول انا حران، فاهم قصدي؟ طبعا طيب. انما الشتاء بقى انت صبح وليل بردان وبالليل اكتر من الصبح. انت بتحب ايه اكتر؟ والله انا بحب الاثنين، كل يعني كل واحد فيه حاجات فيه مميزات وفيه عيوب. انا بحب الشتاء، الطف حاجات في الشتاء يعني انا بحب اسكندريه في الشتاء مثلا، تحفه طبعا مثلا على سبيل المثال، بس برد شويتين ثلاثه. بالعكس، هي اجمل ما فيها ان هي ما فيهاش برد في الشتاء، هي وجودها على البحر مخلي البرد او كثره البرد اللي موجوده عندنا في القاهره دي مش موجوده. بالعكس، لكن الشتاء طبعا بحب الشتاء في حاجات كتير، بحب اخرج جدا في الشتاء، بحب لبس الشتاء اكتر من لبس الصيف، بحب حاجات كتير. طبعا بحب الصيف، بحب المصيف، بحب البحر، بحب ده وبحب ده. ده في حاجات وفي حاجات وفي مميزات، ما اقدرش اقول لك ان انا ايه زي كده بتوع الكوره، احب الفرقه دي قوي او احب الفرقه دي قوي، لا انا بشجع المنتخب. اللعبه الحلوه، الجو الحلو. انا بشجع اللعبه. انت عارف ايه احلى جو بقى؟ الخريف. يعني كل الناس تقول لك الربيع، لكن في الحقيقه الربيع بيجي برده بنزلات الجيوب الانفيه والبرد معاه. في فعلا حساسيه، ده حقيقي. فالخريف هو احلى فصل، بتحس ان الجو ابتدى يهدي شويه، لا منه برد ولا منه حر. احلى فصل في السنه كلها في الحقيقه. يعني لو انا حد يسالني انت بتحبي فصل ايه، اقول الخريف، من اول شهر 9 لشهر 12 كده. ولعلمك ده اجمل كمان وقت انك تسافر او تروح تعمل اي، بعيدا بقى لو ما عندكش مدارس، ما عندكش اطفال. الناس اللي بتروح سينا في شهر 9 بينبسطوا جدا جدا جدا. بيبقى فعلا وقت فعلا عظيم. ده حقيقي. عموما في حاجات كتير جدا احنا بنعملها، يعني في ناس بتعمل انشطه في الصيف علشان تتغلب على درجه زي الحراره. زي ايه؟ يعني انت بتعمل ايه مثلا؟ هل يعني انت بتقعد في تكييف، بتنزل في سين، بتسافر، يعني انت لو ما عندكش حاجه من دي بترجع بيتك تاخد دش ساقع، تقعد في المروحه تشرب ميه ساقعه. صح، برافو عليك. بتجيب مثلا مشروبات معينه مثلا ليها علاقه بالكلام ده، تحب مثلا تشرب ايه؟ الدوم، تحب تشرب كركديه. في ناس بقى الناس وفيما يعشقون مذاهبه علشان يتغلب على درجات الحراره العاليه. كل واحد وليه يعني اسلوبه في الحياه او مدرسته الخاصه او طقوسه علشان يتغلب على درجات الحراره دي. يمكن الناس في اسكندريه في العيد الكبير، يمكن كانت اسكندريه مليانه بالناس كتير قوي قوي، وفعلا زي ما انت بتقول في ناس يمكن بتستغل فتره الصيف ان هم يروحوا على قد ما يقدروا يزوروا شواطئ او غيره او غيره. وده يمكن الجميل انه فصل الصيف، على قد ما ناس بتشتكي من الحر والكلام ده كله، لكن على الاقل هناخد اجازه وهنعرف نفصل كده يومين ثلاثه. الناس اللي عندها اولاد في المدارس هيعرفوا ان هم ياخدوا برضو اجازه شويه من المدارس ومن الامتحانات والحاجات دي كلها. انا ما اعرفش ليه الناس ممكن تقول ان هي ما بتحبش الصيف. الصيف بالنسبه لي من الفصول بس الجميله المبهجه. ما هو الصيف اللي هو الاسبوع ده ويعني ما يلي هو ده. الناس هي فتره قصيره يا مصطفى، صدقني وهتبقى بعد كده جميله وكله هيعدي. من الفصول المبهجه زي ما انت قلت وانت جاي دلوقتي شايف قرص الشمس دي حاجه جميله، يعني طبعًا حاجه طبعًا تفتح النفس. لا لا، وبتعرف تخرج وبتعرف تروح وبتعرف تسافر. الشتاء برضه فيه عيوب، ما بتعرفش تخرج، تنغلق على نفسك. لا، وساعات كتيره بيبقى خطر انك تنزل من البيت، يعني ساعات بتبقى الدنيا بتمطر. سيول مطر، ده حقيقي. طبعا مثلا ده كان رايي انا ومصطفى، فعايزين نعرف راي حضراتكم. الناس اللي بتحب الصيف اخبارها ايه في الحر؟
ده وبتعملوا ايه في درجات الحراره العاليه، ازاي بتساعدوا ان درجات الحراره دي او درجه حراره جسمكم تفضل زي ما هي. ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجاباتكم اللي هنستعرضها في خلال الحلقه النهارده ان شاء الله. بنصبح عليكم، صباح الخير يا مصر.